اعتقد خلاص كلكم عرفتوا وحفظتوا ان فقره المطبخ دي احلى فقره عندنا كلنا، يعني عندي انا ومروه الفقره دي بالنسبه لنا يعني الفقره المحببه والمفضله الى قلبنا. ليه بقى؟ لان بقى اكل بقى وحاجات حلوه والاكل كمان الميزه ان احنا بنعمل اكل سريع وكمان جديد. النهارده هناكل ايه؟ هناكل النهارده سمك ورز، بس بقى الرز بطريقه مختلفه. مع مين؟ مع ريم ابو الريش الفود بلوجر. يا ريم اخبارك ايه؟ الحمد لله كله ماميه، كله تمام. هناكل ايه النهارده؟ بصي بقى النهارده هناكل حاجه مختلفه. هنعمل رز بالشبت والليمون. احنا متعودين طبعا كلنا بناكل رز السمك البني الصياديه اللي معروف، البصل المحروق ده. ايوه اللي معروف. هنعمل النهارده رز يليق على كل السي فود مختلف خالص. اوكي. وهنعمل طاجن سبيط او كاليماري في الفرن بالصلصه والخضار. قلبي راح معاكي خلاص. طب تيجي نقول المكونات ونبدا بقى على طول ونقعد نرغي بعد كده. يلا بصي، طاجن السبيط هنحتاج له نص كيلو سبيط متقطع، بصله كبيره متقطعه، فلفل اخضر متقطع، فلفل حراق طبعا ده اختياري، زيت ذره او زيت عباد، فصوص ثوم مهروس 5 فصوص تقريبا، طماطم فريش مضروبه او طماطم اللي هي عصير الطماطم. اوكي. ومعلقه صلصه كبيره، واهم حاجه بقى شبت وكزبره وبقدونس متقطعين. ده الاساس بقى طبعا. ملح وفلفل ومعلقه توابل سي فود ومعلقه صغيره كزبره ناشفه وشطه لو عايزاه طبعا يبقى اكسترا سبايسي. يبقى سبايسي. يلا بينا نبدا والمكونات طبعا قدام حضراتكم على الشاشه اهي. نبتدي بالطاجن الاول. يلا بينا نبدا عشان ده هيدخل الفرن. عشان ده هيدخل الفرن شويه ياخد وقت. احنا متعودين دايما ناكل السمك مع الرز البني زي ما جديده دي. بصي هقول لك، انا خلي بالك احنا برضو اللي متعودين عليه زمان كانت انواع السمك وانواع الحاجات بتبقى يا مقلي يا مشوي. دلوقتي بقى في حاجات اجدد. أيوة. في حاجات بالصوص، والجمبري بقى فيه باتر فلاي، الكاليماري بيتعمل بالوايت صوص، فانا فضلت ادور على حاجه تبقى لايقه على الحاجات اللي بالصوص. هو انت الطاجن ده ريد صوص مش ريد صوص؟ فاول حاجه احنا هنحط الزيت عشان تبقي عارفه. شويه زيت عادي مش زيتون. زيت عادي. فقعدت ادور على حاجه تبقى فاهمه اللي هو تديكي لايقه على الصوصات وفي نفس الوقت تليق على السي فود، لان مش اي حاجه بتليق على السي فود. في زبده انا شايفه كده، زبده. الزبده دي للرز. للرز. اوكي. بس الرز مش هتحطي فيه بصل، انت هتحطي فيه ثوم. ثوم. بصي هنحمر الاول الثوم. هو اعتقد ان السمك بيحب الثوم برضو، يعني مش يعني انا بالنسبه لي انا اول مره هاكل سمك بالثوم. بصي السمك بيحب الثوم، والحاجات السي فود عموما بتحب الخضره. يعني الكزبره، البقدونس. البقدونس بالظبط. ايوه. بصي هنحمر الثوم الاول. اوكي. واعتقد الكاليماري او السمك عموما بياخدش وقت، يعني بياخدش وقت في السوا. الكاليماري والجمبري كمان ما بياخدوش وقت، ولو قعدتيهم على النار كتير بيشدوا. يشدوا. ايوه بالظبط. ما بيبقوش حلوين. هنحمر الثوم بس 5 دقائق كده. دايما الواحد حتى ما بيروح مثلا اي مكان جديد او حاجه بيبقى زي مثلا هي لما جيت اطلع اول حلقه فالواحد بيلبس اي احلى حاجه عنده. ايوه. فانت أيوة. معنى ان انت تعملي سي فود فان انت لا النكله متمكن، انت متمكنه في السي فود. بتحبي تعملي سي فود كتير؟ في الاول ما كنتش بحب قوي، كنت بخاف. لان هو سهل ممتنع على فكره. وبعدين هو سهل ممتنع ومبياخدش وقت طبعا، بس مش شرط الطعم يطلع حلو. صح. وعمرك ما بتعرفي تظبطي الطعم، بتبقي خايفه لا ما يطلعش زي المحلات. صح. ففضلت ورا نفسي لحد ما اتعلمت الجمبري. هو هجيبك. يعني لازم ابقى بعرف اعمله. ففضلت احاول واجرب ريسيبيز مختلفه، واجرب طرق رز مختلفه وصوصات مختلفه لحد ما ظبطت الموضوع. بصي بقى اول ما تشمي ريحه الثوم كده. ايوه. هنحط الكاليماري ونبتدي نحمره. كان عندنا هنا زميلنا مينا في الانتاج لما دخل قبل ما نبدا الفقره فقال انا ليه شامم اكن فيها نعمل محشي، فانا قلت له ايه؟ الخضره. لا الخضره. أيوة يعني صح. في شبت وفي بقدونس وفي كزبره. صح. الخضره مهضور حقها جدا. يعني صح جدا. عايزه اقول لك أيوة ان احنا ما يعني دايما بنعمل ايه؟ الخضره بنحطها يا في محشي يا في سلطه، يا في سلطه وقليل في سلطه. كل الناس بتحطها. يا هتحطي على القلقاس خضره معينه. صح. حاجات معينه. سلق بتحط عليه ايه؟ سلق وبيتحط له شبت. ايوه صح. وكزبره. فبصي مش كل لا يعني المهضور حقها فعلا. جربي بقى مثلا تعملي فراخ بالشبت والليمون فظيعه. الكزبره دايما بقى بتحب الثوم.
يعني تعملي كزبرة كزبرة خضراء زي على الملوخية مثلا، زي الكزبرة اللي هي الناشفة بس. الناشفة لا، الخضرة بقى كمان لو جربتيها مع أكلات معينة، يعني البطاطا الحارة خطيرة اللي هي البطاطس، البطاطس اللي متحمرة بعملها لسه متعلمها دي أنا جديد فظيعة، وهريهم في البيت بقى بطاطا حارة خطيرة فعلا. بصي احنا عملنا ايه بقى، قولي. حطينا الثوم، وبعدين حطينا الكاليماري حمرناه مع الثوم، حلو، وحطينا ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وتوابل سي فود. يا ريتني كنت فاكره اقول لك خلي واحده بس بره نعرف منها ازاي، ان اعرف منين ان الكاليماري ده فريش ولا لا بايت. بصي لونه يبقى ابيض، ما هو خلي بالك الكاليماري غير الصبيط. ايوه انا بتلخبط انا بفهمهمش بس. الكاليماري شفاف شويه، الصبيط ابيض اكتر. اوكي الكاليماري بيتعمل طواجن بس لو عملتيه مقلي بيشد، الصبيط بيتعمل ده او ده. الكاليماري بتحشي، الصبيط لا، حتى شكلهم الشيب بتاعهم مختلف. الكاليماري شكله عامل زي القرطاس شويه قبل ما يتقطع. الصبيط مدور سنه، وبتبقى ليه رجليه باينه كده. ايوه صح، فكل حاجه فيهم ليها استخدام. لكن ده لازم يبقى شفاف او ابيض، ده يبقى شفاف. الصبيط لازم يبقى ابيض وريحته فريش، ولو اللحم بتاعه طري زياده يبقى قديم. والله يعني اللحم بتاعه لازم يبقى ماسك نفسه، اوكي، ما يبقاش طري زياده. تمام. بصي بقى هنحط دلوقتي، احنا كده حطيتي البهارات هنا، حطيت البهارات اوكي، وحطيت الكاليماري والثوم. الثوم هنحط بقى فلفل، ده فلفل حامي صح؟ الله. وبصل. لو حد عايز يعمله بدل ريد صوص وايت صوص، وايت صوص نفس الطريقه، بس مش هتحطي بقى الخضار ده، مش هنحطه غلو. لا هتحطي شبت وليمون وكريمه بس ما يعني، وممكن على الوش بقى بعد ما يبتدي يخش الفرن يتحط له جبنه موتزاريلا. الله. بيبقى حلو. وتوم برضو، وتوم هو اهم حاجه ده، اعتقد شريك في كل الاكلات، في كل يعني. الحاجات دي حلوه قوي الريحه. الريحه بقت خطيره يعني. بصي بقى احنا هنسيبه على النار. هنحط له بقى دلوقتي عصير الطماطم، وده ليه طريقه في التنظيف، الكاليماري غير الصبيط. بصي الاثنين بيبقى ليهم قشره لازم تتشال. وانا بغسل مثلا الحاجات دي بميه وملح وشويه خل بس. أيوة. خلي بالك السي فود ما بياخدش تنظيف قوي. والجمبري بتغسليه كده برضو؟ الجمبري بحط عليه ميه وسنه خل، واوقات ممكن تحطي له دقيق لو مستاهل، بس هو دقيق. ممكن دقيق كمان. والسمك الفيليه نفس الكلام، يعني يا دوب بيتشطف بدقيق، مش ما بياخدش. خلي بالك كمان ما بيتغسلش الحاجات دي كتير عشان بتتهري كمان. طب الجمبري ده لو متقشر نغسله، لو بقشره انا بغسله برضو صح؟ بغسله وافتح ظهره وانضف ظهره. انا الناس دايما يقولوا انت مريضه نفسيا. لازم يتغسل فعلا. بنفتح الظهر بنشيل السلوى اللي اسمه ايه، كيس ترابي ده، انا مش عارفه اسمه ايه، اللي بيبقى كله رمل. ايوه رمل، كيس رملي. كيس رمل. ايوه هو البوتاجاز شغال. شغال. شغال، وشغال على العالي كمان اهو. ايوه انا بس بصي بقى احنا شايفه من عندي. هنسيب دي تستوي شويه، نعمل الرز بقى ونبتدي في الرز. طب ده بياخد في الفرن قد ايه؟ نص ساعه. هتلاقي وشه حمار. بجد؟ نص ساعه. انت اوريدي بتدي له غلوه هنا، احنا عاملين حاجه تانية ولا وبعدين ده؟ هتدخليه الفرن ياخد حوالي نص ساعه تلت ساعه لو عايزه تحمريه بس من فوق. بس حلو، يعني احنا شويه كده وندخله عشان بالزبط. الناس تلحق ياخد غلوتين. ما هو ياخد غلوتين وهندخله على طول وتحطيه في طاجن. الاكل في الطاجن اعتقد بيختلف عن بصي انا بحس ان الطاجن بيدي طعم. ايوه انا كمان. والفرن بيدي طعم حقيقي. بالذات كمان لو طاجن فخار بيدي طعم تاني خالص. ده خطير، حاجه تانية خالص. لا ده في حته تانية. بيدي تيست. أيوة. مختلف تماما. الحلل بقى تطلع جديده، معرفش ايه، يطلع جديد. الفخار برضه، الفخار حاجه تانية.